والله بجد. اه والله بجد. طب ده ازاي ده؟ كده هو جت كده، هي جت كده ان انا بتصل بالجمهور بتاعي واتواصل معاه، يعني ندرس مع بعض. شو عندك مانع ندرس مع بعض وبتترفع على اليوتيوب؟ لا ما لا لا ايه عادي، يعني، عندك مانع ولا ما عندكيش مانع؟ لا ما عنديش مانع. خلاص ما عندكيش. طب اشتري منين طيب المانع ده بقى؟ مين اللي ده ربيع ده بقى؟ بجد المانع ده بينباع فين؟ مش عارفة والله، ممكن على آخر الشارع كده، في ناحية بقى، في ما ناحية كنت عارف في الدرج. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ وسط البلد كده يعني. في وسط البلد. اه اه حضرتك بقى عندك كام سنة بقى؟ انا 22 سنة. 22. كويس، سن كويس وسن عاقل. اه الحمد لله. أنيسة بقى ولا مدام؟ لا انسى، أنيسة. اه لا، أصل في 22 مدام يعني. في 19 و15 مدام عيني. لا 15 ازاي؟ 19 ازاي؟ طب 15 تتزوج ازاي يعني؟ لا لا ده الكلام ده، عادي ده والله. الكلام ده يا بنتي في الأرياف أو في النجوع والحاجات دي، اه اللي هي 15 سنة و14 كمان. بس ايوه ده غير، خلي بالك غير قانوني أصلا، بيجوزوا البنات غير قانوني، مش قانوني أصلا. اه المهم، أنت عاملة إيه؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. أنا بقى بتصل ازيك؟ بجمهوري بقى، ويعني أنا بطمن عليه. شفت بقى، شفت بقى التواضع من اه والله. زمان كنت انا وانا صغير اما اجي عايز اعرف اخبار مطرب ولا حاجه ابقى هموت واعرف مش عارف ايه. دلوقتي سبحان الله المطرب هو اللي بيتصل عليا، دلوقتي المطرب بيتصل عليكم وعلى جمهورك بيطمن عليكم. خلي دي بالك حاجة حلوة في ناس كتيره ابتدت تقلدني على فكره، كتيره جدا. والله. اه والله مطربين بس انت معروفين كمان. رقم واحد برضه، انت الأول. لا رقم واحد، لا رقم واحد في شغل انا، اه في الحكايه بتاعتي، أيوة، ما أنا بتكلم رقم واحد في مش نمبر وان ده زي الفنان الكبير محمد رمضان في جمال، في مجاله برضه اهو. أنا بتكلم على في مجالك أنت يعني. اه في الفكره اللي انا بعملها. اه فكره. أيوة حضرتك من كده. حضرتك منين بقى؟ إيه؟ حضرتك من اي بلد، من اي مكان؟ من القاهرة. من القاهره. القاهره ونيلها وجمايلها، منين؟ من القاهره. انت بتفكري ولا بتتملي من على السبوره؟ بتغش من على السبورة انا عارف. ولا مش عايز، ولا مش عايز تقولي انت منين في القاهرة؟ مش لا هخطفك والله. بلاش، لا بقى كفاية القاهرة. القاهرة ماشي كويس. القاهرة، القاهرة اه، هي القاهرة بس يعني. يقول له خضر يا ام خضر، خضر يا ام خضر، خضر ايه خضر، خضر ايه. ايوه هي من القاهرة نفسها بقى. اه لا يا خضر. على العموم انا اتشرفت بيكي، وانا سعيد جدا ان انا بتكلم مع حضرتك. وانا كمان بعد نهايه المكالمه تمام، أه بتواصل معاكم وبديكوا هديه في الاخر. بتواصل معاكم في التليفون، بجمع الناس اللي كلمتها وبديهم هديه في وسط البلد كده، ونتكلم فيديو. فقبل ما اقفل بقى، حضرتك بقى عايزه تسمعي ايه بقى؟ اسمع ايه؟ اه انت بتغني ايه؟ انا بغني كل حاجه، كل حاجة كل انا حاجة. عضو نقابة المسكين خلي بالك كمان، يعني عضو نقابة المسكين، مش هاوي يعني، انا مش هاوي الله. اصلا. ايوه طب غني لنا حاجة بقى على ذوقك. على ذوقك. هغني لك محمد فؤاد. يا ريت والله. بسهولة كده بتقولي حبي ما ونسيتي، طب وقلبي لو سألني في يوم عليك هقول له ايه؟ كفاية كده عشان حقوق الطبع والنشر بتاع محمد فؤاد ما يقفل نشر القناة بتاعتنا. صوت حلو يعني. الله يخليك، ما شاء الله. ميرسي جدا. ما تشرفناش بقى بال ما تشرفنيش بالاسم. انا نداء ربيع، انا نداء ربيع. انت يعني انت مش انا سعيد بمعرفتك وسعيد بيكي. بخش على اليوتيوب بس او على جوجل تمام، واكتبي نداء ربيع بس بالعربي، هيجي لك الشغل بتاعنا. اوكي، وهتسمعي، هتسمعي المكالمه بتاعتك وهتبقي مبسوطه جدا. ولو عايزه اي حد من صحباتك او صحابك او كده
انت بتديني بتبعتي لي الرقم على الواتساب وانا اكلمهم وتبقى احلى مكالمه. تمام ماشي ان شاء الله. ماشي. على فكره انا ما تعرفش اسمك ايه اصلا. انا اسماء. اسماء ايوه يعني مش اسم واحد كتير، اسماء كتير يعني، جماعه اسماء. اختار اللي يعجبك بقى. ماشي يا ست الكل. ماشي يا ست الكل. يلا السلام عليكم. مع السلامه. لا والله بجد. اه والله بجد. طب ده ازاي ده؟ كده هو، هي جت كده ان انا بتصل بالجمهور بتاعي واتواصل معاه يعني، ندردش مع بعض شويه. عندك مانع ندردش مع بعض وبتترفع على اليوتيوب؟ لا ما لا لا إيه؟ يعني عندك مانع ولا ما عندكيش مانع؟ لا ما عنديش مانع. خلاص ما عندكيش. طب اشتري منين طيب المانع ده بقى؟ مين اللي ده ربيع ده بقى؟ بجد المانع ده بينباع فين؟ مش عارفه والله، ممكن على اخر الشارع كده في ناحيه حته بقى. فين ممكن بعد الدرج. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ وسط البلد كده يعني. في وسط البلد. اه حضرتك بقى عندك كام سنة بقى؟ انا 22 سنة. 22. كويس، سن كويس وسن عاقل. اه الحمد لله. انسة بقى ولا مدام؟ لا انسة. انسة. اه لا اصل في 22 مدام يعني. في 19 و15 مدام عيني. لا 15 ازاي؟ 19 ازاي؟ طب 15 تتزوج ازاي يعني؟ لا ده الكلام ده، ده الكلام ده يا بنتي في الارياف او في النجوع والحاجات دي، اه اللي هي 15 سنه و14 كمان.